اهلا بكم من جديد. مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية في الصعيد رغم التحديات الكبيرة، لكن وقفت إرادة الدولة أمام هذه التحديات ووضعت خطط لتنمية محافظات الصعيد بشكل شامل يضمن للمواطن حياة كريمة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو المهندس علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين مرين. اهلا وسهلا أهلاً بحضرتك مهندس علي يعني طبعا في اهتمام كبير وواضح جدا بتطوير محافظه الصعيد بالامس الرئيس كان له خطاب وتحدث كثيرا عن حجم الاستثمارات الموجهه في قطاعات مختلفه لمحافظات الصعيد. ابدا معك بالتنميه الزراعيه تقريبا 65% من مشروع المليون ونصف مليون فدان موجهه للصعيد. كيف تنظر لهذا لهذه النسبه؟ الحقيقه الـ الـ الزياره دي كانت زياره تاريخيه لابناء الصعيد كلهم وعطت امل ودفعه قويه ل الصعيد بان هناك تنميه حقيقيه واضحه وملموسه لابناء الصعيد. لو اتكلمنا عن الاستثمار الزراعي اولا الصعيد كله قبل الصناعه كان استثمار زراعي فكان يهم الصعيد جدا الاستثمارات الزراعيه دي فعلا لانه هتلعب دور قوي جدا في الاكتفاء الذاتي من الزراعه بالنسبه لابناء الصعيد نمره اثنين تشغيل عدد كبير من الشباب في الزراعه والسيد الرئيس يمكن وضح نقاط مهمة جدا كان يغفلها أبناء الصعيد الحقيقة لأنه هو طرح هذا المساحات على كل المستثمرين وقال لهم استثمروا ودي كانت نقطة تهمنا جدا جدا لأنه احنا في كنا في مشكلة الحقيقة أن احنا أبناء الصعيد الرقعة الزراعية اللي هي السبعة في المية بتاعت وادي النيل اللي هي اللي هي المفروض المفروض تبقى أرض زراعية منتجة فعلا دي بدأت تتبني فيها مباني دلوقتي فأصبح الـ 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 صاحب الـ الـ هذا المشروع إذا كان راجل عنده فدان أو قرات أو اتنين بيبني بيت ويضيع المساحة دي كلها المنتجة بالنسبة له فكون إنه يطيحها ضيحها فمشكلة ليه لأنه حتى أولاده ما يقدروش يشتغلوا في 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 الاماكن دي مفهوم. فالرئيس لما عمل المجمعات الصناعيه بس دي مش مشكله على فكره عايز اقول لحضرتك مهم. مش مشكله الشعب مهم. ابناء الصعيد ولكن هي كانت مشكله على فترات السنين السابقه لان هم ما كانوش عندهم بديل يطلعوا مهم. فانا دلوقتي انت ما عنديش ما عنديش بديل اطلع فلازم استثمر او هبني في المنطقه اللي انا اللي على قد اللي انا واخدها كون انه الاراده السياسيه للدوله والفكر بتاع السيد الرئيس واهتمام الدولة انها تعمل مجمعات سكنية لهذا الشباب ان هم ينتقلوا ليها موجودة فيها الخدمات والطرق وممهدة تماما والبنية التحتية فخلاص انا ما عنديش حجة ان انا اقعد في المكان ده تاني المفروض اطلع في هذا الاماكن المجاهدة واستغلها أو أن يتم البناء على أرض زراعية بالظبط كان في حديث طبعا إن بالامس انه المخاطر الجسيمه ما هو لا شك انت لو شفتي طبعا مخاطر جسيمه بس بس برجع تاني لانه ما كانش في بديل ما كانش قدامهم حاجة ما كانش تانية. قدامهم حاجه تاني انما دلوقتي هو عمل لهم البديل <applause> وبديل ايه بديل كفء جدا جدا ان هم ينتقلوا الى اماكن زي احسن من الاماكن بتاعتهم وكل الخدمات موجوده <applause> فكده هيتيح الفرصه ان هم نستغل هذا المساحه من الاراضي الزراعيه اللي هي المفروض فقدناها من فترات طويلة الحقيقة أحب أسأل حضرتك أحد أبناء الصعيد وطبعا تعمل في الاستثمار الزراعي والصناعي القائم على الزراعة هل تشعرون بالفعل بنتائج ملموسة لحجم الانفاق الذي زاد لقطاعات معينة في الصعيد؟ طيب أنا بقول لحضرتك أن أنا في صعيد, م... في صعيد مصر كان عندي 35 عندي 35 مدينه صناعيه ال <applause> 35 مدينه صناعيه دي في كل محافظات الصعيد <applause> مدفوع عليها مليارات للبنيه التحتيه من الدوله ودي كانت المفروض تعمل استثمارات كبيره جدا جدا وفي نفس الوقت بتخلي ابناء الصعيد يشتغلوا في هذا الاماكن و... او تستثمروا في هذا الاماكن وفي نفس الوقت الدوله بتاخد ضرائب يعني كلتا الحالات ده بيكسب وده بيكسب <applause> كون ان اتهمشت الصعيد لفترات طويله فاصبحت هذا المدن غير صالحه فعلا ان انت تقدري تستثمري فيها، بمعنى انه لا كان عندي كهرباء كفايه للمدينه الصناعيه، ولا كان عندي البنيه التحتيه مكتمله، ولا كان عندي طرق، ولا كان عندي مواد بتروليه زي اللي حصلت دلوقتي ان انا اقدر اشغل بيها مصانع، فازاي يكون وعندي روتين قائم موجود، فازاي كنت هشتغل وانا ما عنديش مقومات الاستثمار ولا مناخ جاذب للاستثمار في في تلك المدن كون ان انا اعمل الطرق واعمل المواني واعمل المنتجات البتروليه واعمل مقومات الاستثمار واعمل يعني فده شجعني ان انا اقدر استثمر لكن بالفعل اصبحت هناك حركه يعني وحجم نمو اكثر من السنوات الماضيه انا يا فندم يهمني اللي اتعمل اللي تهمني اللي اتعمل وتنفذ و على ارض الواقع وايضا ايضا, أيضاً ب فده اوريدي بتهتم بالنتائج يعني عايز أقولك هل, كانت لها طبعاً نتائج؟ طبعا يعني انا عايز اقول لك على انا عايز يعني اقول لحضرتك يعني انا عندي المفروض اشغل المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر <applause> ودي مهمه جدا ان انا اشغلها في صعيد مصر لان هي امل مصر كلها ان بالمشروعات الصغيره والمتوسطه <applause> دي هشغلها ازاي انا عندي شباب دلوقتي عايز يتجه من العمل في الدوله او في القطاع العام الى انه يشتغل في القطاع الخاص او يعمل مشاريع كون ان انا اعمل 10 مجمعات صناعيه جاهزه في محافظات الصعيد لابناء للشباب والناشئين اللي هم عايزين يشتغلوا واجيبها لهم باقل تكلفه فعلا فده كويس جدا ان انا اقدر اشغل هذا الشباب اللي هم اتهجروا بقى الهجره الخارجيه والهجره الداخليه ففي دفعه قويه للتنميه الحقيقه ملموسه الطرق والمحاور اللي موجوده يعني من اساس مقومات الاستثمار هي اللي انت الطرق بمعنى انه الترانسف... النقل نفسه كان مكلف للمستثمرين في صعيد مصر عشان اعمل مشروع احيانا بجيب الماده الخام من القاهره واصنعها و منتج تام وارجع ابيعها فتكلفه النقل بتاكل هامش الربح بتاعي طبعا. فكون أنه يبقى عندي طرق وعندي مواني بالعكس ده انا اقدر اشغل فتحت مجال بقى ومناخ كبير للتنميه اقدر اشغل ابناء الصعيد واقدر اعمل جذب للمستثمرين سواء من داخل مصر او مستثمرين خارج مصر في المدن المرفقه الموجوده في صعيد مصر ممتاز اتكلمنا عن الاستثمار الزراعي وايضا يعني هناك قطاعات كثيرة مثلا الاستثمار في الثروة الداجنة وأيضا تدوير المخلفات يعني إزاي حصلت هذه النقلة أو خلينا نعرف ابناء الصعيد ما مدى يعني استقبالهم لهذه الافكار في المشروعات الجديده مثلا ما يتعلق بتدوير المخلفات. هقول لك على تدوير المخلفات ده مهم جدا على فكره لانه في مثل عندي في الصعيد اولا عندي جزء كبير من مخلفات الزراعه موجود ده المفروض انا استغله في صناعه. و.. وانا فوجئت انه في بعض المصانع <applause> اوريدي فعلا في صعيد مصر استخدمت مخلفات الزراعه في تصنيع الخشب اللي هو الاتش دي اف والام دي اف وبتصدره دلوقتي <applause> يعني عندي مصنع انا موجود او مصنعين ف.. فاتمنى ان احنا نستغل هذه الـ 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 الماده الخام رخيصه التكلفه فعلا في انتاج منتج تام يقدر حتى يتصدر بره فده مهم جدا طبعا لابناء الصعيد ومشاريع كتيره لابناء الصعيد يقدروا يشتغلوها الحقيقه بس هم كانوا فاقدين الامل لانه ما كانش هناك بنيه ولا هناك مناخ مؤهل فازاي انت هتشغليني وانا عندي ما فيش كهرباء ما فيش في روتين في بيروقراطيه في ما فيش طرق فمش هتقدر مش هقدر اشتغل يعني انما كنا نمهد الطريق لانه الاستثمار ما هوش بالسهوله ان واحد تحطيه في منطقه صحراء جرداء وتقولي تعالى استثمر لا ده لازم يكون ومش البنيه التحتيه بس لازم يكون هناك مناخ مؤهل ان انا اقدر استثمر فالحقيقه الـ الـ ما حدث فعلا هو هو دفعه قويه للتنميه ودفعه قويه لابناء الصعيد الحقيقه وعندهم امل وتفاؤل وبداوا يفكروا ان هم يشتغلوا في بلادهم بدل ما هم يهاجروا ما هم كانوا بيهاجروا ليه؟ لانه ما كانش في حاجه بيفكروا فيها ده ده في حاجه تاني كمان ده انا عايز اقول لك المبادره بتاعت حياه كريمه تلعب دور مهم جدا في القرى والارياف والنجوع لانه انا انا كابن القريه اللي موجود في القريه اللي بفكر اشتغل وشايف ان القريه ما فيهاش حتى حاجه ادميه ليه ما فيهاش صرف صحي ما فيهاش مياه نظيفه ما فيهاش مكتب بريد ما فيهاش بنك ما فيهاش اي حاجه طب انا اقعد اعمل ايه ما انا لازم اهاجر الى الاماكن الاخرى اللي متاح فيها بالذات انه العالم اصبح مفتوح و... والناس بقت شايفه الفرص بالزاد. بالزاد. وتقدر بالزاد. يعني تستغلها في اي مكان يعني انت اغلبيه القرى بيهاجروا الهجره الغير شرعيه هم بيروحوا فين؟ ما بيروحوا في فرنسا وايطاليا هم بيلاقوا في فرنسا وايطاليا زي اللي في القرى بتاعتنا ما, ما كانوش يهاجروا أيه. انما حتى لما بيرجعوا بيحسوا انه في ايه ايه اللي احنا فيه اللي كنا فيه لان أيه. هم في حته تاني كنا كن إن نعمل لهم الحاجات دي الحقيقه مش عايزه اقول لك تاريخ عملت فرق آه احب ايضا اتناقش مع حضرتك في احد المشروعات اللافته للانتباه بناء مرونه نظم الامن الغذائي مشروع التغيرات المناخيه في صعيد مصر المشروع اللي بيعمل على بناء قدرات صغار المزارعين لمواجهه التغيرات والتقلبات المناخيه ازاي ممكن نفكر في الصناعات والزراعات المناسبه للمناخ في الصعيد لا ما هو بصي انا 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 برضو ينقصني انه لازم الصعيد نهتم بالزراعات اللي موجوده في الصعيد ويهمني جدا ان احنا نستغلها الاستغلال الامثل لانه احيانا في زراعات معينه في الصعيد ما بتبقاش البروفيت او الربح بتاعها كافي للمزارع نفسه مم. فكون ان زي انا إيه يعني ما انا اقول لحضرتك حاجه في بعض المحاصيل التقليديه ارباحها اقل جدا من محاصيل اخرى تاني ممكن يعني انا ممكن لو عملت نباتات عطريه فالارباح بتاعتها ذات اهميه اكبر مم. من بعض المحاصيل عائدها اكبر ولكن مم. ارجع اقول برضو انا محتاج المحاصيل التقليديه لانه لان انا محتاج القمح محتاج القطن ما انا بس بستورده يعني القمح والذره والحاجات دي ما انا بدل ما استورده بعمله صعبه طب انا موجود عندي بس الحمد لله يعني بدات الناس تفكر دلوقتي انها تغير الفكر بتاعها وبعدين اللي حصل برضو في التطوير من الدوله انه ان انا اعمل الري بطريقه معينه واعمل تبطين الترع عشان الفاقد الميه واعمل الري بالتنقيط فده كله تطوير للزراعه فى محافظات الصعيد وايضا نحافظ على المحاصيل الاصيله ونحافظ على المحاصيل بالضبط كده <applause> طيب طبعا دائما هناك دور للحكومه لكن هناك دور ايضا للمستثمرين و يعني ايضا اتحادات المستثمرين لمحاوله سد الفجوات ربما او تخطي المشكلات التي قد تكون قائمه ما دوركم كمستثمرين في دعم خطط الحكومه في التنميه. لا اقول لحضرتك برضه، أولًا إحنا كمستثمرين أو كاتحاد مستثمرين، <applause> إحنا بن بن الأول بن بنراعي بنحل المشاكل المتعلقه بالإستثمار وبنعرضها أو بنعرفها وبنعرضها على الجهات المعنيه لحلها. فأي عقبات بتبقى موجوده عند المستثمر فإحنا بنعرضها على المسؤولين في الدوله بحيث إن هم يقدروا يمهدوا. هذا الحلول ولكن علينا برضه ان احنا لازم نساهم في المجتمع واعتقد ان جزء كبير من المستثمرين لا يغفل هذا الامر انه بيساهم فعلا وبعدين عايز اقول لك طب ما انت بتتكلمي طب ما احنا بنشغل الشباب ده كله طب. يعني القطاع الخاص بيشغل كام؟ يعني لو حسبت القطاع الخاص بيشغل كام مليون والقطاع العام بيخلق تلاقي فرق كبير جدا جدا اه ده احنا كمان عندنا بندرب الشباب عشان نقدر ناهله لسوق العمل ده في المصانع اوريدي موجود وعندنا ال 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 الكادر ده موجود وبندربه فعندنا يعني بنساهم الحقيقه في لان هو الشباب هو اللي بيشغلك يعني انت لوحدك يعني ما فيش واحد مصنعه لازم ال الايدي العامله هي اللي بتشغله طبعا. ومش هيقدر يشتغل من غيرها مه. فاحنا بن بنقوم على قد ما نقدر نعمل ولكن كان ينقصنا انه ما انت ما تعملش وما عندكش مناخ مؤهل مه. كون ان انا الاقي اهتمام من الدوله وبدات تعمل لي المناخ المؤهل للاستثمار من كهرباء مياه صرف صحي بنيه تحتيه منافذ طرق محاور تدريب تعليم فني مواني فده كده بيشجعني ان انا اشتغل ويشجع غيري ان هو يجي يشتغل عندي حضرتك أشرت في البداية لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبعا لا يخفى على أحد أهميتها لاقتصاد أي دولة طبعا في الفترة الأخيرة الاهتمام من قبل الدولة بهذا القطاع واضح جدا وتم توزيع 1250 مشروع مجانا لسيدات في قرى الصعيد في 17 مجال مختلف نحب نعرف من حضرتك يعني أهمية. تأثير ذلك على الأهالي أولا طبعا معروف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي دي اولا الريسك بتاعها اقل، الخطوره بتاعتها اقل، وهي بتشتغل على مش على اللونج تيرم، على الشورت تيرم. يعني و و و وبتشغل عماله كثيفه جدا جدا يعني من, من الشباب، وممكن تشغليها في الـ الـ القرى والنجوع والمراكز، يعني ممكن تشغلي ابناء القرى فيه في <applause> سيدات القرى اللي موجوده، واحنا بنفكر دلوقتي انه حتى الدوله بتفكر ان هي تعمل المشروعات مش في المناطق الصناعيه بس تعملها في المراكز نفسها وفي القرى بحيث انه تشغل زي انت عارفه ما الصين كانت بتعمل ايه بتجميع وحاجات ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه او الدول اللي تقدمت دلوقتي واصبحت متقدمه ما بدات بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر فده يهمني جدا الاهتمام بيها ويمكن السيد الرئيس عمال ينادي بتفعيلها المبادرات اللي اتضخت من البنك المركزي او المبادرات اللي حصلت من الدوله تهيئ الشباب فعلا ان هم يشتغلوا في المشروعات الصغيره والمتوسطه ليه بمعنى انه ايه ان انا لما ادي 5% فايده لاي شاب خاري اخري أو, او واحد عايز يعمل ستارت اب في مشروع فهتشجعه انما لما يبقى عليه فوائد كبيره جدا وبعدين لسه هياخد مشروع ولسه هيعمل بنيه تحتيه المصنع ولسه هيعمل مباني لا ده انا عامل لك مجمعات جاهزه اهي وتكلفه المجمع اقل تعالى اشتغل وفكر ايه المشروع اللي هتعمله وبعدين عندي مواد مواد خام وموارد طبيعيه وايدي عامله في كل محافظه من محافظات الصعيد على حده أه. يعني ممكن تقوم عليها صناعه وخاصه في الصناعات الصغيره والمتوسطه مه. فاعتقد الصناعات الصغيره والمتوسطه هي بتلعب دور كبير جدا في تشغيل الشباب والحد من البطاله بس بجانبها لازم يكون هناك مشروعات قوميه بمعنى مه. انه حتى المشروعات الصغيره دي تبقى مغذيه لهذا المشروع. اعتقد الدوله طبعا الاراده بتفكر بطريقه بتفكر بطريقه كويسه جدا وفاهمه هي بتعمل ايه وهي غزت الصعيد الحقيقه بعد تهميش طال فترات طويله بفكر واضح ورؤيه انه لازم الصعيد يتنمى. شكرا أشكري. جزيلا المهندس علي حمزه رئيس لجنه تنميه الصعيد باتحاد المستثمرين على اشكرك اشكرك اشكرك. مشاهدينا هكذا نصل لنهايه مال واعمال اشكركم جزيلا على المتابعه من يوم فريق العمل لكم كل التحيه